يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق تفسر معنى كلمة التوحيد بغير معناها الحقيقي؟ كما سمعتم أهل وحدة الوجود يفسرونه بأنه هو اعتقاد أن الكون كله هو الله لا انقسام له، والمعطلة يعتقدون أن التوحيد هو نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات، والشرك هو إثبات الصفات، إثبات الصفات. كل يفسر التوحيد على هوى حسب مذهبه. نعم. ومنهم من يفسر التوحيد وهم علماء الكلام بأنه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، إقرار بتوحيد الربوبية، هذا هو التوحيد عندهم. نعم.